انا اسمي كريم بيبرز، انا عضو في مبادره ميديا توبيا. ايه هي ميديا توبيا؟ ميديا توبيا هي جايه من او متفرعه من كلمه يوتوبيا، وهي المدينه الفاضله. وميديا توبيا معناها الاعلام الفاضل. اللي احنا بنحاول نعمله ان احنا بنحاول نبني الشخصيه الاعلاميه دي بتتكون من كذا اساس. في اسس اخلاقي واسس واساس مهني. الاساس الاخلاقي مهم جدا هنشتغل عليه، وبرده الجانب المهني مهم جدا احنا كمان بنشتغل عليه علشان نغير المشهد الاعلامي الحالي الموجود، ان احنا شايفين ان هو مليء بالسلبيات. واللي احنا بنحاول نعمله ان احنا خلال ان شاء الله 5 سنين من دلوقتي، اللي هو على 2020 تقريبا، ان شاء الله هنكون قدرنا ان احنا نوصل للاعلام اللي موجود، نقدر نغيره سواء كان صحفي مكتوب او صحفي مرئي او اذاعي. احنا النهارده موجودين هنا في مهرجان السعاده عشان احنا لازم نثبت للناس كلها انه العلم والدراسه والتطور لازم مش بس تعب وجهد، لا انت محتاج كمان تفرح ونبقى كلنا مبسوطين وفرحانين مع بعض. ولازم ننشر السعاده والبسمه والامل. اهم حاجه نزرع الامل. بذره الامل لو زرعناها من دلوقتي جايز بعد 5 سنين 10 سنين تبقى شجره كبيره، وان شاء الله نقدر نتطور كلنا مع بعض.